عليكم، اتمنى نكون خفيفه الظل لكم ان شاء الله. معكم بهيجه زينادي، منسقه الاقليميه لمنتدى المناصفه والمساواه فرع اسفي. هذا المنتدى اللي واخد على العاتق ديالو دعم ومسانده ومساعده النساء اللي عندهم مشاكل في اي قطاع. كان درنا عده ندوات، من بينها ندوه ديال واجبات اللي تتكلم عن واجبات المحضون بين النص القانوني والواقع الاجتماعي بعد الطلاق، كذلك ندوه عن العنف ضد النساء، وكذلك انشطه اخرى من بينها الختان، من بينها ايام تحسيسيه لصندوق التكافل الاجتماعي. كذلك رئيسه جمعيه الكفاح، هي جمعيه كتهتم في المجال القروي، نهوض بالتنميه الاجتماعيه ومساعده في هذا الاطار. ايضا انا عضوه ونائبه رئيس الاول لاتحاد مجالس وجمعيات المجتمع المغربي، ورئيسه قطب المراه والشباب والطفوله والصحه. وفي هذا الاتحاد قمنا بعده ندوات عن الجماعات وعن المجالس الترابيه، كذلك قمنا بأول مناظرة اللي من ضمن ستكون ضمن عدة مناظرات ديال الأسفي. المناظرة اللي تكلمت عن المقاولة والتشغيل، كان فيها حضور وازن لجميع الفئات المواطنة، كان فيها حضور سيد وزير الخلفي، تميزات بنجاح كبير، وكانوا فيها عيد خرجنا بعدة توصيات اللي رفعت البرلمان والمسؤولين في هذا الشعب. كذلك أنا عضوة فاعلة ونشيطة في منظمة مغرب أفريقية للثقافة والتنمية اللي كترأسها سي نجيب الكتاني بمدينة الرباط، وهي منظمة إفريقية اللي فيها عدة مكاتب في دول أخرى إفريقية. كان جا واحد الوفد من الكاميرون لمدينة أسفي ومراكش، ومن بعدها تلقينا الدعوة لتوقيع واحد الشراكة بمدينة ياوند العاصمة للكاميرون، ومشى واحد الوفد من أسفي، ومشى وفد كذلك من مدينة الرباط للمنظمة، وتكلت هاد الرحلة بنجاح كبير وفائق النجاح، زعما نجاح رائع. كذلك تمت هاد الشراكة، وهاد الشراكة دارت ما بين المنظمة وما بين معهد تكوين البرلمانيين الذي سيسهر على تكوين كل البرلمانيين في أفريقيا كلها، وغيحمل اسم ديال صاحب الجلالة نصر الله محمد السادس. ومؤخرا انها يوم 25 من شهر ماي هذا الشهر، كان واحد النشاط ديال اليوم العالمي لافريقيا اللي تنظم في قاعه بحنينين بمدينه الرباط. شاركوا فيه فنانين من جميع البلدان الافريقيه، وكان حفل بهيج وصاهر اللي تقدموا فيه لوحات جميلة وعروض كانت رائعة في المستوى. بالنسبة للمنتدى المناصفة والمساواة، هو منتدى اللي كيهدف بصفة خاصة للدفاع عن المرأة، وفي هذا الإطار احنا كنوجد إن شاء الله برنامج سنوي اللي نشتغلوا به، وكنحاول ما امكن نحط واحد المشروع ديال الوساطه الاسريه اللي غيهدف بحد ذاته، خاصه من خلال التوصيات اللي خرجنا بها في ندوتين السابقتين، خاصه الندوه ديال واجبات المحضون بعد الطلاق بين النص القانوني والواقع الاجتماعي. ان خرجنا بتوصيات مهمه، وكان من بينها ان خاص يكونوا مراكز ديال الوساطه الاسريه. هذه المراكز كي غيكونوا يشتغلوا في واحد الطاقم، وهذا الطاقم ان شاء الله غادي ياخذ على العاتق ديالو من دي بسيكولوج ومجالات اخرى، انه يحسس المقبلين على الزواج
بين المسؤوليات اللي كاينه، كذلك فيما يخص الاشكالات اللي كتكون من الازواج والمشاكل نحاول نحلوها بشكل ودي ونترافعوا على ما هو في الصالح ديال المراه والطفل خاصه. بالنسبة لمنظمة مغرب أفريقيا للثقافة والتنمية، هذه المنظمة كتهدف لأهداف كبيرة وخاصة مع التوجيهات السامية لجلالة الملك. أفريقيا هي الجذور ديال المغرب، أفريقيا هي الامتداد ديالو، هي بلا ما نشعروا ملي كنتكلموا على أفريقيا كنتكلموا على بواحد الروح نضالية، واحد الروح للتغيير، لأن الحمد لله أفريقيا كتمتاز بواحد الثروات اللي ضخمة ومتنوعة، يكفيها أن هي بالأخص في الحقيقة هي أغنى قارة، ولكن للأسف كاين بعض التوجهات خارجية في هذا الإطار اللي كتمنع أن أفريقيا تستفيد من الثروات ديالها. بالنسبة للمنظمة هي كتهدف لتبادل الاستثمار ما بين البلدين، أي بلد اللي كانت معاه فيه المنظمة غتكون واحد تبادل ديال الاستثمار، كذلك تبادل ثقافي وفني اللي غيضفي على المغرب ولا أي دولة إفريقية أخرى واحد الطابع آخر، واحد انسجام وتكامل. فيما يخص الاتحاد المغربي لمجالس جمعية المجتمع المدني، هو اتحاد تقريبا 22 جمعية لحد الآن مع 22 مقاولة، وكيهدف لتصحيح بعض العيوب اللي كتكون في إطار ديال المقاولات والمشاكل اللي كتعاني منها، وكيحاول يمد يد العون لها وطرق جميع الابواب باش يتحلوا بزاف المشاكل اللي كتعيق المسيره ديال المقاولات. كذلك فيما يخص الشان الصحي، فيما يخص شان المراه، نفس الشيء، هناك مناظرات اخرى اتيه في الطريق ان شاء الله، تخطط لها ان شاء الله برنامج ديالها. كذلك بالنسبه للمجال القروي، هناك هاجس كبير عند الاتحاد فيما يخص المجال القروي في التنمية ديالو ووضع بصمة في هذا الإطار، ونتمنى التوفيق لجميع فعاليات المجتمع المدني. كذلك نائبة الرئيس الأولى لرابطة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وجمعياتهم فرع أسفي، هذه الرابطة اللي كتاخد على العاتق ديالها مواكبة ما هو جديد بالنسبة لوزارة التربية والتكوين، مواكبة الأكاديمية فيما يخص أي تفعيل وأي قانون جديد لهذا، والدفاع عن حقوق التلاميذ. هذه الرابطة عندها برنامج خاص وقدمت على مشاريع جديدة إن شاء الله اللي غتكون حيز مفيد، كما ان هاد الرابطة عندها حضور دائم كتمثل في الرئيس ديالها في اكاديمية الجهة للتعليم. بالنسبة للمجتمع المدني، هو مجتمع فاعل، خاصة كنشوفوا اسفي فيها فاعلين جمعويا نشيطين، كنتمنى لهم التوفيق وكنتمنى المسؤولين يمدوا يد العون لهم ويساندوهم ويساعدوهم في المجالات وفي الأنشطة اللي باغين يديروها. وفي نفس الوقت كنتمنى من الفاعل الجمعوي يكون دا مسؤولية ويكون دا مبادئ ويكون واعي بالمسؤولية اللي محطوطة على العاتق ديالو باش يتحملها. ومن هذا المنبر كذلك كنشكر سي عبد الهادي حميمو على المجهودات اللي دايرها في الجريده، وعلى المسؤوليه اللي حامل العاتق ديالو، وعلى بالنسبه ليكيب ديالو حتى هي كنشكرهم بزاف، وكنتمنى لهم التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله.